يسعد صباحكم أحبتنا مشاهدين برنامج يوم جديد عبر شاشة التلفزيون الأردني الشاشة الوطنية الأولى. كل عام وأنتم بألف ألف خير. صباح العطاء، صباح الإنجاز، صباح العمل، صباح مفعم بالحيوية والنشاط بمناسبة عيد الجلوس الملكي 16. يسعد صباحك لنا. صباح النور مزحة، وأنت بألف خير. منصبح عليك ومنصبح على كل المشاهدين اللي بتابعونا الآن. احنا معكم ان شاء الله على الهواء مباشرة، رح نستمر ضمن حديث عن الانجازات ان شاء الله في ظل هالمسيرة، وان شاء الله الوطن بيضل بخير. بهمة طبعا دائما بنحكي ابنائه قلوب الاردنيين على هذا الوطن، هذا الوطن يستحق منا الولاء والانتماء والمحبة كما اعطانا الامان والسلام. ان شاء الله يضل الوطن بخير، وان شاء الله تضلوا انتم بخير دائما ودائما بقيادتنا الواعية واللي لديها حكمة وايضا لديها ايضا اتزان في القرارات. دائما الأردن نصب أن يكون هو الأفضل. كل عام والجميع إن شاء الله بألف خير. صباح الخير أكيد بنحكي لزميلنا رعد. رعد الرقاد، يسعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير. اليوم كلش ما غاب. اليوم يوم وطني بامتياز. اليوم رافعين رؤوسنا جميعا إن شاء الله. إن شاء الله. تفضل رعد. ارفع راسك انت اردني، وارفع راسك مليكك هاشمي، وارفع راسك انت ابن الاردن ومليكك ابن الهواشم. اعزائي المشاهدين، كما عودناكم دائما هناك مجموعه من الاخبار الصباحيه احنا دائما نحضر لكم اياها، ولكن اليوم يوم استثنائي في عيد الجلوس الملكي. طبعا اليوم تاريخ 9/6/2015، ويصادف اليوم عيد الجلوس الملكي في عام 1999. راح امشي معكم بشويه انجازات لجلاله سيدنا الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في مقتطفات قصيرة إن شاء الله تنال إعجابكم بعد هذا الفاصل. أحب بكم أعزائي المشاهدين أينما كنتم داخل حدود المملكة الأردنية الهاشمية، وأيضا أحبائنا المشاهدين خارج حدود المملكة الأردنية الهاشمية، كل عام والأردنيين جميعا بألف خير. طبعا راح أبدأ معكم اليوم في الصباح، في قلت حكينا مجموعة من الإنجازات جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني بن حسين. طبعا تتواصل احتفالات الأسرة الأردنية الواحدة واحتفالات المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تحتفل المملكة اليوم بالعيد 16 لجلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على عرش المملكة. ويأتي الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية تأكيدا بحالة الانسجام الوطني والتوافق والتلاحم بين القيادة والشعب، بجهة تعزيز المنجزات ومواصلة بناء دولة راسخة شارف عمرها على فترة من الزمان. ففي محيط غير مستقر يبرز الأردن بقيادة جلالة الملك مثالا نموذجا في تطبيق إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية انتهجته القيادة الهاشمية وكرسها الشعب الأردني بمختلف مكوناته، ساهمت في تقوية النسيج الاجتماعي وتعزيز المواطنة الفاعلة وترسيخ مبادئ الديمقراطية والحرية وصون حقوق الإنسان والحوار وقبول الآخر. ونتصدر قضايا البلد الوطنية الداخلية والخارجية سلم أولويات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين منذ اعتلائه العرش، والتي طرحت ضمن رؤية ملكية شمولية تهدف إلى تكريس نهج البناء في مؤسسات الوطن والحفاظ على هيبتها وتحسين مستوى معيشة المواطن وتعزيز سيادة القانون وتأكيد العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات في إطار قواعد ومبادئ ودستورية مرنة وقابل التحديث والإصلاح. فاصل أعزائي المشاهدين ونواصل معكم هذا الصباح. أوصي بالله العظيم أنا حافظ على الدستور وأن أخلص للأمة. جديد نرحب بكم أعزائي المشاهدين، وأيضا في القضايا التي يهتم فيها جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني بن حسين، الأولويات ما زالت هي القضية الفلسطينية وتأكيد حق الأشقاء الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة والحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس وحمايتها. في طليعة القضايا التي يحرص عليها جلالة الملك على دعمها وصولا إلى سلام عادل وشامل يجنب المنطقة والعالم المزيد من الصراعات والحروب.
وأيضا بينما يأتي الجهد الأردني في إطار التحالف الدولي في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف بهدف حفظ أمن واستقرار المنطقة من خلال القضاء على تلك العصابات التي انتهجت التطرف وقتل الأبرياء وانتهاك الحرمات في نهج يقود جهود أحلال السلام والتنمية والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وأيضا من أولويات جلالة سيدنا استحوذ الجانب الاقتصادي من اهتمامات جلالة الملك على خبر مهم ضمن الرؤية الملكية السامية في الأردن. ففي المنتدى الاقتصادي العالمي الذي استضافته المملكة للمرة التاسعة حرص جلالة الملك على حضور جلسة الأردن انطلاقة متجددة تنمية تميز استثمار، والتي جاءت في سياق حملة تنشيط الاقتصاد الأردني وجذب الاستثمارات عبر تسليط الضوء على الانتقاضات والاقتصادية الكبرى التي أنجزها الأردن. وأيضا جلالة الملك يحرص على لقاء الشيوخ أهل الخبرة والحكمة، كما يحرص جلالته على لقاء الشباب وجه الأردن الحضاري وفرسان التغيير، يلتقيهم ويستقبلهم وأيضا يصطحبهم، تنصهر ثقافاتهم ومنابتهم وأصولهم في بوقة واحدة وهوية أردنية حاملة قائمة على المواطنة الصالحة. في عيد الجلوس الملكي 16 يجدد الأردنيون العهد والوعد والوفاء في جلالة سيدنا القائد الوطن بالمضي قدما معه وبه وخلف قيادته الفذة التي استطاعت أن تحقق كل هذه الإنجازات والتي تقترب من المعجزات في فترة زمنية قصيرة. يعلم الجميع أنها بعيدة عن أي نقدر خلينا نحكي أنه صعب أي دولة أردنية، صعب أي دولة في العالم في خلينا نحكي من الموارد اللي عندنا أنه تطلع بهاي الصورة، ولكن بقيادة جلالة الملك القيادة الحكمة وأيضا وصلنا في الأردن إلى وصول درجة معنا متعب. طيب أعزائي المشاهدين، راح ينضم الآن معي الفنان الأردني متعب الصقار. متعب صباح الخير. صباح النور. هلا أخو رعد، هلا كيف الحال؟ الله يعطيك العافية. خير الوطن وسيدنا بألف خير يا رب. كل عام كل عام وانت بألف خير وكل الوطن بخير. الله يبارك فيك، كل عام وانت ان شاء الله يا رب. متعب، بدنا تحكي لنا يعني اليوم عيد جلوس الملك 16، بدنا توجه لنا كلمه للشعب الاردني كونك انت فنان اردني والعمالقة الفن الاردني وايضا لك اغاني وطنيه كبيره. الله يبارك فيك. الحمد لله، يعني اول شيء بنقول مبروك لسيدنا، مبروك للوطن، والله يديم علينا هاي النعمة ويديم علينا الهاشميين يا رب. نعم. وقلت أنا يا الملك أسرتنا وملكتنا بتواضع، حتى التواضع منك تعلم دروس. يا سيدي أنت الأب وحنا عيالك، وحنا وين مدولنا ندوس ندوس. الله يديم هاي النعمة ونعايد على شعبنا ونعايد على سيدنا وقدوم شهر رمضان المبارك، يعيدوا علينا بالعز والبركات إن شاء الله يا رب. وكنت أقول يعني يكفي هالأمن الحمد لله، والأردن بخير إن شاء الله. حبيبي رعد، يعني متعب بصراحة أنا يعني حاب تسمعني هيك أغنية صباحية هيك بالأم بصوتك العذب على الهواء مباشرة. أنا قلت أتشرف إن أول من غنى لسيدنا قلت هلا يا عين أبونا وضوي ديوانا، هلا يا واسط من البيت والأشراف عمدان، هلا هلا يا قمحنا ويا صبحنا ويا نبع روان، هلا يا واسط من البيت والأشراف عمدان. وبنفس وقت القمح بقول الحمد لله السنة، حتى السنة غلال عندي بشوف هالبيادر ما شاء الله. الله يديم عليك يا حبيبي والله.
يعني أنت فنان أردني كبير أستاذ متعب الصقار، ولك باع طويل في الأغاني الوطنية، وتغنيت بجلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني بن حسين. بس أنا بصراحة يعني متعب بدي على الهواء مباشرة بدي تعطينا موال مولاي، يعني هذا أنت غنيته أمام جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني بن حسين، يا ريت تسمعنا منه مقطع صغير. نقول الجيش جيشك يا غيبة وطننا، لا شاف الموت لجلك يشربنا، الروح ترخص لعيونا كردنا، ما عاش اللي على تراب يتجنى. نقول نقول سيدي عبد الله شكرا، نقول نقول سيدي عبد الله شكرا. بدي اشكر الفنان متعب الصقار، يعطيك الف عافيه يا اخوي. أعزائي المشاهدين، في عيد الجلوس الملكي نهتف ونردد ونسمع العالم جميعا، ارفع راسك أنت أردني، ارفع راسك مليكك هاشمي، ارفع راسك على الجبور، نحن كلنا خلف القيادة الهاشمية، إن شاء الله دائما تدوم علينا نعمة الأمن والأمان. أعزائي المشاهدين، إلى هنا تنتهي فقرتي الصباحية معكم لهذا الصباح، راح أرجع إلى زميلتي لانا ومجحم بعد هذا الفاصل.